انا بجي في جنب انا خلص كلامي انا عندي كلامي بعد في خاطري ودي اقول لكم انا بخلص كلامي استريح والله انت تقول من جالس قدني عندك والله تقول من جالس قدني عندك اول شيء الله يحسن عزاك الله يجزاك خير ويرحم جدتك وجالها ان شاء الله وثاني شيء مرحبا بكم السهره والله العظيم انك نورت محلك نور بكم ولك فقده ثلاث ايام اللي راحت والله العظيم انا صارت عليه والحاجه الثانيه يقول مرحبا في ذمتي قلتها ماني كذوب جاء العين ما تحبك طولها العمر جعل والديك في الجنة والديك جاني فداك لا خلوا العدل مسعود ولا عدم راسك الطيب يا ام مفلح في البدايه الله يبيض وجهكم يطول عماركم ولا يهينكم وانا والله اني ادري ان كل رجال منكم في وده انه يطلع وياصلني الى محلي لكن ما يدخلني في اخواني شك وانتم خابرين الامر ذا اللي بيننا معروف وخطركم انا خابرها وحنا في اليه مسابقه واللي جاء سد والله يبيض وجيهكم ويطول عماركم ووافين والله لا يريكم مكروه يقبل دعاكم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنا أوجه شكري لقناة الواقع على رأس الشيخ إبراهيم حسين أستاذ بدر حسين أستاذ صالح حسين وراعي المواقف اللحية الغانمة اللي أنا أعتبره أخوي الكبير علي بروية اللي لا لقيته لا بغيته لقيته فالله يبيض وجيههم على وقفتهم معي وانا ولدهم يبشرهم سعدهم وهم غريبين عليهم العلم الطيب سباقين على العلم الطيب في كل حزه الشيء الثاني اشكر الجمهور اللي والله العظيم انه غمرني بمعروف وبطيب ما انساه من يوم ظهرت من عندكم هنا لين جيتكم الان بالثواني في جميع مواقع التواصل الاجتماعي الاتصال وقفتهم والله ثلاثة ايمانا بالله اني ناوي نرجع بكره ما كنت برجع اليوم لكن غلاكم عندي وغلب راجح يقول يمكن دخوليته بكره من غير يكسرون فيكم جميع والجمهور اللي والله انه بالثواني اللي يدق حتى اقرباي انهم ما خلوهم بالاتصال وبالرساله قلت والله يبشرهم بسعدهم وجعل ربي يطول عماركم وكلكم وافين الشكر والله العظيم وبشكر من هنا لين تظهر نجمه الصبح اني ما وافيكم حقكم لا انتم ولا القناه ولا الجمهور اللي حنا بدون الجمهور ولا شيء ويعلم الله العظيم ان لكم جمهور برا انا ما حسيت بالشيء ذا الا يوم طلعت لا جهزت الضيق بان موقفهم الجميع يعني الاف مؤلفه فالله يبيض وجيههم يطول عمارهم وانتم يا اخواني محازمي ويعلم الله ان في كل دقيقه اني افكر فيكم والله اني اقول صادق احزنتوني بعض المقاطع وشحنتوني والله العظيم اني اليوم اخر يوم في العزاء وجيت تقدير لكم يا اخواني اللي انتم محازمي وجعلني فداكم الشيء الثاني انا اعتذر من الجمهور الايام اللي فاتت حصل تقصير والتقصير يعني جدتي الله يرحمها كانت في العنايه المركزه انا ما تكلمت بالكلام هذا قبل لان ما كنت ابي ابينه لا لكم ولا للجمهور كانت في العنايه المركزه في غيبوبه لها تقريبا 18 يوم وكانت الوالده معها وتتعب من هالامور والله ثلاثة ايمان بالله اني معاكم هنا وان قلبي تفكير انه برا واحيان اني اضيق واحاول اصد ما ببين الشيء هذا لان الرجال اللي ما يهتم وما يضيق على اموره اللي برا مو برجال ما في مر الرجال اللي ما يهتم للامور هذه ما في مر لكن الحمد لله على كل حال هذا تبقى يا حبيبي الله يبديك يا ابو هادي طول عمرك هذا امر حنا كلنا ماشيين عليه واللهم لك الحمد اللي يجبر مصابنا ان الجيل اللي الشيبان اللي توفوا اهل طاعه يعني لهم الحق والجهل لهم الحق والفتنه الاخيره هذه حيوا على طاعه وماتوا على طاعه وهذا اللي يجبر مصابنا فيهم اسال الله عز وجل ان يرحمها ويرحم موتانا وموت المسلمين فانا اعتذر من الجمهور ان حصل تقصير قبل والله انه خارج عن ارادتي يعلم الله اني مريت في ظرف والرجال كلهم يمرون في ظرف وحاولت اني ما اطلع على الشاشه اجعل ربي يطول عمرك ابو عقاب اني حاولت اني ما اطلع بالشاشه الا اني مبتسم ومستانس لا باخويا يحسون ولا بالجمهور يحس لكن احيانا والله اني اضيق واحاول اصد لكن احيانا الضيقه تطلع غصب عنك انت الرجال فاقدم اعتذاري لهم واقدم اعتذاري لكم يا اخوياي ان حصل مني قصور وان شاء الله انها على قولتهم ظرف وعدى وانتم الله يبيض وجيهكم ويطول عماركم ومبطى من وصل سلامتكم جعلني فداكم الله يبزيك